السلام عليكم، أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. ومرحبا بكم في قناتي، قناة كويزين لابير. اليوم راح تقدم لكم سلطة بالخضر، سهلة توجد لكم بيفيه. هذا هو، نبدأ في المقادير. عندنا سلطة الخس، 5 ورق هكذا، 5 فيدليتو. عندنا فرماج سبيسيال بور سلطة، جبن للسلطة، نديروها بالسلطة، هذا سبيسيال. عندنا زيتون أخضر، زيتون أكحل، بصل مصبر، مخللات فورنيشون. وعندنا هنا فلفل، أنا قطعته هكذا، قطعته بهذا المول. دوك نوريكم الطريقة. صافي، عندنا دي كورنيشون، أوليف فيرت، أوليف نوار، دي زونيون، بوافرون. عندنا هنا دو طومات، 2 حبات طماطم شللناهم، نقطعوهم. عندنا الكبار، عندنا جزرة مفرومة، ان كاروت رابي، عندنا خيار، ان كونكومبر، عندنا 2 زوديغ، 2 حبات بيض مسلوقين، افوكاد حبة، وعندنا فلفل احمر، فلفل اصفر، بوافرون روج، بوافرون جون. وعندنا لويل دوليف، زيت الزيتون، ملح، سال، وعندنا المايونيز، وعندنا جو دو سيترون. هذا هو عصير الليمونة. نبداو في التحضير. دوك نبداو في الطرش تاعنا في الفلفل، هذا نقطعوه بهذه، نقطعوه تكتبوا كيفاش تخرج لكم بشويه هكذا. وتخرج لكم هكذا دي زيتوال، نجمات هكذا، تقطعوا بهذه. ديجا راني خدمت لكم هادو بالاحمر باش نسرعوا الوقت، ما تطولش بزاف لا فيديو. درنا 4 هكذا، نزيدو نخدمو 4 هكذا، سهله الطريقه. اللي عندها تاع قلب تحب دير قلب، دير قلب كيما حبت. ها هو كيفاش تجيب الطريقه للتزيين. دوكا نزيدو نقطعو الطماطم، شوفو كيفاش نقطعوها، منقطعوهاش مراس، نقطعوها هكذا بالتدوار، نقطعو وندورو كشغل انا نقشرو فيها هكذا. نحو هذا تحقوش، نزيدو هذه توجو، نبداو هكذا نقطعوها رقيقه شويه، شغل انا نقشرو فيها هذه باش نزينوها السلطه تاعنا. هذا نسحقوش، دوك نبداو في لافوكاد، نقسمو على 2، نديرو هنا الفرماج تاعنا، ها هو عبزوه بالفرشيطة، الفرشيط، هلا، هكذا، هلا، نفتوه كامل بالفرشيط حتى يولي هكذا، دوكا نزيدولو نصف حبة أفوكاد. نقسموها نديروها هكذا، تنجبد فاسيلمون بالملعقه، نجبدوها تجيكم سهله. ها
كيفاش تجي نديروها نزيدوها لهنا نضيفوها. ما تكلفلكمش بزاف ديجا انا نسحق نص حبه ما نسحقش ما نسحقش حبه كومبلي. نزيدو هكذا تكون طايبه مليح. نزيدو نخلطوها معاها ونضيفو لها الليمون والحبه تاع الافوكا والفرماج باش ما يكحلش. نضيفو الليمون نزيدو لها الملح ونزيدو لها شويه تاع المايونيز باش تجينا بنينه. هذا غير شويه ما نكثروش. ونخلطو باش تجينا بنينه لافوكات مع الفرماج. سمحولي فوالا هاي كيفاش تولي لافوكات مع الفرماج مع المايونيز. دركا نجيبو هذا نخدمو به لي كلاص لاكريم ندهنوه بشويه زيت ونرفدو به. لازم تدهنوه باش ما تلصق لكمش. ندهنوه بشويه زيت هكذا باش نرفدو هذا لافوكات بالفرماج. ها كيفاش نديرو هاي كيفاش تجي ونديروها هنا. هاي كيفاش تجينا هذا نحطوها هكذا. هاي كيفاش جات تجيكم سهله الافوكات مع الفرماج. ونحطوا الورق الخس ما نقلبوهش هكذا نديروه كيما رانا هذه برا هكذا باش نشبحوها مليح. دوكا نكملوا الطريقه نرفدوا هذا الخيار نقسموه على زوج بعد ما قطعناه رقيق هكذا قطعوا على زوج نزيدو ونحطوه شباح هكذا عشوائية حطوه شبحوه فوالا. كل خيارة قطعناها بالطول ودركا نديرو هكذا شبحو توجو هكذا بالطول فوالا. دوك تشوفوني باسكو كاميرا لازم نديرها لكم من الفوق ما كاش كيفاش. دونك نزيدو نرفدو الجزر تاعنا توجور نرفدوه بهذيك المغرفه تاع لي كلاص هكذا ونحطوها في الوسط باش يجو لي بول كاع كيف كيف. هذا هو معليش الجزر كي يبقى لكم لاصق ما يهمش لافوكات لي لازم ها هي هاي جات مشبحه لاباس بيها. نزيدو نشبحو بالزيتون وهادو الفلفل نشبحو هكذا ساهل. شوفوا برك الطريقه ومن بعد نتوما تزينوا على حسابكم تحبوا كيما انا تحبوا على حسابكم كيما تحبوا كل واحد كيف يحب التزيين تاعو يكون. هكذا هكذا كي تكونوا تشبحوا تفيقوا كيفاش راح تجيكم
تبان لكم باللي شابه، باش يكونوا كل الالوان تجي روعه وصحيه. مام الاطفال كيكونوا ما يحبوش ياكلوا يحاولوا يحبوا ياكلوا، كيشوفوا نجوم يشوفوا شبح هذا كاع يولوا يحبوا ياكلوا. نزيدوا البصل تاعنا هكذا بلي كولور بالالوان، ونزيدوا الكورنيشون تاعنا المخللين، كل حبه نقطعوها هكذا على زوج. ونزيدوا الطماطم تاعنا، علاش قلت لكم تقطعوها بهذه الطريقه تجيكم سهله خير، باش نديروا الورده تاعنا نخدموها ورده زهور، ندوروا سهله هكذا، طريقه سهله جدا، تزيروها في يدكم هكذا باش تخرج لكم تبان. شوفوا كيفاش تجيكم، تجيكم زهره دوك تشوفوها هكذا، ماهيش تبان لكم مليح. ونزيدوا هذه، كونوا شللتوهم فوالا هكذا بالطول، هاني نوري لكم كيفاش باش تفهموني. ها هكذا، وتدوروا تدوروا حتى تدخل جلكم، تجيكم ساهله تجيكم ساهله، طريقه سهله وتجيكم شلاضه شابه. ها زهور دوك نزيد نديرها قدام خطها هكذا، تجي روعه اروع ما يكون. ونزيدو الحبات تاعنا تاع ولاد الدجاج تاع البيض هكذا، نحطو منا زوج حبه هكذا، ونزيدو الكبار نرموها عشوائي هكا فوالا. درك عصير الليمون تاعنا راهو، نزيدو له زيت الزيتون نص بنص فوالا، نوري لكم الكاس لازم نص بالنصف هكذا، نزيدو غير شويه زيت زياده. ودركا نضيفو لها الملح فوالا، ونزيدو لها المايونيز نص ملعقه اكل، ونخلطو مليح. ديروها في قاروره، انا باش تشوفوها بالعنين درتها لكم هكذا، ولا نتوما انا دوك نحيها نديرها في قاروره ونخلطها مليح. ديروها في قرعه وخلطوها مليح، تحبوا تضيفوا الفلفل الاكحل والثوم ضيفوا لها. هاي وجدت السلطه تاعنا، توجدوها يا ربي 5 دقائق بفيه، بريزونطابل صحيه هايله، بالفخوماج والافوكا هنايا روعه. وما تنساوش تابونيو وتفعلوا الجرس وديروا جيم، وبالمشاهدين هما انتم راكم تشجعوني باش نزيد لكم الوصفات. وان شاء الله تكون عجبكم هذا الفيديو، والى الملتقى ان شاء الله.